نحن جينا على المحكمة العسكرية لأنه في عنا شباب توقفت بدون وجه حق، استدعوهم وأخذوهم، وفي ناس زهمولهم بيوتهم وإجوا أخذوهم. عم بيقولوا يعني كانوا من ضمن يلي نزلوا حرقوا ببلدية طرابلس. نحن بنقول لهم أنتوا جماعة كذبين. أنا توقفت جمعة الماضي أنا وجوزي وثلاثة من الثوار بلا سبب. كان في يعني نحن ظهرنا بالليل وجوزي بقى ثلاث أيام، ما أبدا ما كان في أسباب تشبه يما بالحبس. نحن هلا واقفين وقفة تضامنية مع كل يلي عم بيتسجنوا بدون سبب، بس لأنهم ثوار وعم بيطالبوا بحقهم. عزمني أوقف بدون ما يرد علينا بأي جواب نهائيا، ليش موقفين؟ بظرف صحي استثنائي كنت، ما كان يرد وما كان يمشينا، فمشان هيك صار المشكل وقاضونا على مقفر. هونيك بالمقفر كمان قعدنا رجعنا اكثر من 4 ساعات تبنى شو معنا تحقيق. بتمنى على الثوار ما يستسلموا وما يتعبوا، هيدا ثمن الكرامه وثمن الحريه، ما عندنا خيارات. فبتمنى مثل ما انا موجود برغم من كل التهديدات يكونوا كمان هن موجودين معنا.